أنا اسمي سلام رمز الدقة، صاحبة مطعم بيت مريم بالجي ال تي. المطعم صار له تقريبا 5 سنين ودخلت في السنة السادسة. بحبه كتير وبحسه بيت التاني. تربينا في بيت كان كله دافي، كله حنان. بلشت أحس حالي إنه كتير قريبة من ماما الله يرحمها، وحسيت إنه هي أكتر إشي بتحبه إنها تطعمينا، فتعلقت فيها أكتر، تعلقت بوصفاتها، تعلقت بطبيخها، وظلتني حاملته معي بكل ذكرياتها. وتنقلت فيه من بلد لبلد، وظل يكبر هذا الحلم لبين ما حطيته في بيت مريم، وكان إشي بالنسبة لإلي عظيم لأنها ظلت هي معي وبرفقتي طول الوقت. الكوزين تبعي أنا عربي، عربي شرق أوسطي، عربي بلاد الشام. كل طبق فيه له نكهة مميزة، له نوع بهار معين، ألوانه بتفرح القلب. بيت مريم كل إشي في حياتي، بحبه كتير، بحب وصفاته وبحب أكلاته لأنها كلها بترجعني لطفولتي، وما في أحلى من إنه نعمل إشي إحنا بنحبه. اسمه مريم لأنه مريم القصة كلياتها. حقيقة مريم أمي، وما بتتخيلوا إني أنا بحس حالي كأني بقوم بحركاتها، فبتخيل إنه أمي اللي بتحرك الطبقة. حسيت إنه البلد فيها كتير شباب وصبايا مش بدهم بس أكل، لا بدهم أم تستقبلهم، فأنا حبيت أعبي هذا الفراغ الحقيقة، أحسسهم إنه أنا زي أمكم، وبنفس الوقت أنتم مشتاقين لهذا الأكل تعالوا عندي. أنا اسمي سلام، وبحب السلام يا عم كل العالم من قلبي. بحب أوجه رسالة لكل امرأة بتحب هذا المجال، هي قادرة على إنها تقيد مطعم كامل بحب وعطاء، وتشتغل على حالها من الصفر، وتعمل اسم لإلها بحبها، حنانها، عطائها، وشغلها، ومثابرتها، وإخلاصها في العمل. ما في إشي صعب على حدا. أنا كتير مبسوطة وممتنة أني ترشحت لجائزة Middle East and North Africa The Best Female Chef 2023.